مساكم الله بالخير ويا هلا فيكم. حلقة جديدة من برنامج المنتصف، نقدم لكم آخر الأخبار وأبرز التقارير ونناقش أهم القضايا. لكن البداية مثل ما عودناكم مع أبرز وأهم العناوين. الرئاسة العامة لرعاية الشباب تهني القيادة على انطلاق رؤية المملكة لعام 2030. الهلال يتنفس بعد سلامة الشمراني وتذاكر قمة الزعيم بن راقي تطرح اليوم. ومحمد نور يكسر جميع القوانين الاتحادية ويفتح أبواب النادي لعشاق. وزويهري يضم طفل لقائمة أبطال الدوري المتوجين وانتخابات الاتحاد تتأجل. حياكم الله من جديد. اليوم يعني في هدوء واضح في المشهد الكروي بعد انتهاء الصخب في البطولة الأقوى دور المحترفين والاحتفالات الأهلاوية الواسعة اللي شفناها في اليومين الماضية. لكن محمد نور اليوم رفض الهدوء اللي صاير، حضر التدريبات وسط حفاوة وحضور جماهيري اتحادي كبير، حضر اليوم لمساندة عودة محمد نور بعد الأحداث الأخيرة وقرار الإيقاف الصادر من لجنة المنشطات. اليوم راح نتكلم بالكثير من الملفات والمواضيع المهمة إن شاء الله في الرياضة السعودية، وراح نطرح كثير من الملفات. لكن خلونا في البداية نرحب بضيوفنا ونقول مساء الخير لفهد الطخيم الناقد في برنامج المنتصف. حياك الله يا ابو فيصل. مساء النور، احييك واحيي السادة المشاهدين والزملاء عبد الله ومحمد وابو اديب، وان شاء الله نقدم حلقة ترضي الجماهير وترضي المشاهدين والمشاهدات ان شاء الله. نرحب ايضا بمحمد الشيخ ايضا ناقد في برنامج المنتصف. حياك الله يا ابو عبد الله. يا أهلا ومرحبا أبو إبراهيم، حييك وحي الزملاء الكرام وحي أيضا المشاهدين. ونروح أيضا لجدة لزميلنا عبد الله فلاتة أيضا ناقد في برنامج المنتصف. حياك الله يا أبو أحمد. أهلا وسهلا فيك، أحييك وأحيي أبو فيصل وأحيي الأستاذ محمد، أحييكم جميعا وجميع المشاهدين. مساء الخير للزميل الصديق مسفر. مساء النور أبو إبراهيم، أمسي عليك بالخير ومسي على الضيوف الكرام واحد واحد وعلى السادة المشاهدين. وش عندنا اليوم يا بودي؟ عندنا مجموعة أخبار فيها اللي تسر وفيها اللي تزعل. طيب خلينا نبدأ. نبدأ بال لا اللي تسر أول. اللي تسر. نبغى نمشي على المبسوطين يعني. أنت السنة هذه هاوي الزعل السنة هذه. نزعل أول وبعدين بالأخير نفرح. طيب فهمتك الحين. يلا نروح يا بودي. بسم الله. خبرنا الأول يقول الرئاسة العامة لرعاية الشباب تهني القيادة. رفع الأمير عبد الله بن مساعد التهنئة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز على إطلاق رؤية المملكة 2030. الرؤية تسعى لرفع نسبة ممارسي الرياضة من 13% إلى 40% بحلول 2030. وأكد الرئيس العام على أنه يجري العمل داخل أروقة الرئاسة لتحقيق أهداف الرؤية. عبد الله، هذا الخبر اللي يسر وصراحة يعني اللي حصل أمس يعني شيء يفرح، شيء يسر صراحة جميع المواطنين، تطلع البلد لأشياء قادمة، لأشياء تفرح، لأشياء في مصلحة المواطن أولا. ف
فهذا الخبر اللي كان عندي في البداية يا سري عبد الله. صحيح. الأخبار الثانية هو صراحة هذا الخبر والرؤية اللي احنا شفناها إن شاء الله السعودية 2030 يعني رؤية عميقة، مستقبل بإذن الله تعالى يعني راح يكون زاهر للمملكة العربية السعودية، والأهم نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لقيادة المملكة العربية السعودية. آمين يا رب آمين. روح لخبرنا الثاني، يقول الوضع المالي يؤخر العملية الانتخابية بعميد الأندية. الرئاسة العامة لرعاية الشباب أعلنت تأجيل الانتخابات الاتحادية إلى 22 من شعبان، وتكليف لجنة لحصر وتدقيق الوضع المالي للنادي وتنتهي أعمالها خلال أسبوعين. ديون النادي العالية والضبابية في القوائم المالية كانت هي السبب الرئيسي لتأثر العملية الانتخابية وعزوف الكثير من الشخصيات. روح لخبرنا الثالث واللي يقول الهلال يتنفس بسلامة أربطة الشمراني. بينت الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر الشمراني سلامة أربطة الركبة. وتواجد اللاعب في عيادة النادي الطبية لإجراء فحوصات طبية بينت سلامته وجاهزيته لخوض المباريات. ودخل اللاعب التدريبات الجماعية رغم عدم الاحتياج الفني له كما يبرر مدربه دونيس. روح لخبرنا الرابع واللي يقول عودة نور تكسر قوانين بتركيا. قررت إدارة نادي الاتحاد بعد الاتفاق مع الجهازين الفني والإداري إعفاء اليوم من قرار غلق التدريبات، وذلك بسبب مشاركة قائد العميد محمد نور لأول مرة بعد غياب طويل بسبب قضية إيقافة. في الجانب آخر بات بحكم المؤكد غياب الثنائي عبد الفتاح عسيري وعبد الرحمن الغامدي عن لقاء النصر. روح لخبرنا الأخير واللي يقول الزويهري يضم طفل لقائمة مكافآت الدوري. وجه رئيس الأهلي مساعد الزويهري بشمول الطفل المعنف في مكافآت الفوز بالدوري وحضور حفل التتويج. وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا لأحد الأشخاص يعتدي على طفل بقسوة بسبب فرحته بالدوري الأهلاوي. الجدير بالذكر يتردد بقوة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشخص المعتدي على الطفل. كان عبد الله هذا آخر خبر وهو الخبر اللي معجبني، وأقول ألف ألف مبروك للأهلي يستاهلون. وحركة رئيس نادي الأهلي ما هي غريبة على الأهلي وعلى جميع أنديتنا، لكن اللي قام فيه أخو الطفل، وأنا أقول أخو الطفل على حسب ما قريته قبل الحلقة في حساب وزارة الشؤون الاجتماعية هو حساب موثق أنه أخو الطفل، يعني صراحة عبد الله شيء يزعل وشيء يقهر. يعني صح. إذا إحنا نقول التعصب الرياضي عبد الله، ما نبي احد يخسر صديقه، ما نبي احد يخسر هذا أخوه. هذا مو بتعصب رياضي، هذا يعني ما يعتبر تعصب رياضي. شيء تعصب رياضي شيء ثاني، واللي شفناه هذا شيء ثاني. يا ريت تعصب رياضي نقدر نعالجه، بس العنف اللي احنا شفناه هذا ما يعتبر تعصب. يا اخي جدي عبد الله، يعني هذا امانه، يعني ليس تعصب. نعم، يعني اخوه يعني صغير وطفل، يا اخي اذا كان فيه اجرام زي كذا يا اخي بلاها كوره، الله لا ما نبي الكوره يا اخي. طيب. اذا كان كذا طفل صغير ومودي اطول عليك ابو عابد طول عليك. استثنائيه هذه. احنا راح نتكلم في هذا الموضوع من خلال مقطع احنا راح نبثه، مقطع اللي انتشر خلال اليومين الماضيه، وراح نتكلم فيه يعني بشكل مفصل. بس خلونا نروح للجدة مع النجم الأسطوري محمد نور اللي تواجد اليوم في تدريبات الفريق وسط حضور جماهيري كبير في المدرجات الاتحادية اللي استقبلت نور بحفاوة. يعتبر هذا التدريب هو الأول للقائد محمد نور بعد فترة الإيقاف من لجنة المنشطات. اللقطات اللي راح نعرضها الآن حصلنا عليها عن طريق الزميل الصحفي علاء سعيد.
قوة للفريق داخل الملعب، يعني حتى لو كان في نقص وكذا الجمهور ودائما يكمل النقص. والله ما أظن إنه في أحد زعلان، يعني كفاية الناس الطيبة دي اللي حضرت والناس اللي قاعدة حتى ما حضرت قاعدة تتكلم في تويتر والناس اللي قاعدة في الواتساب وفي أشياء تانية ما أعرف إيش اسمها أصلاً عشان مالي في التكنولوجيا، يعني كلهم مبسوطين هذا أهم شيء عندنا إن شاء الله، والبسطة الكبيرة إن شاء الله يوم السبت بإذن الله بالكامل. شكرا لكم. طيب هذه اللقطات اللي احنا شفناها اليوم من تدريب في نادي الاتحاد. إدارة نادي الاتحاد كانت قد أعلنت عن إغلاق التدريبات، وعلشان محمد نور، علشان الشعبية اللي احنا شفناها، الشعبية يعني الطاغية لهذا النجم الأسطوري. فتحت المدرجات اليوم وحضرت الجماهير، التقت وسائل الإعلام مع محمد نور. نور اليوم وعد بتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة اللي تعتبر الوحيدة على المستوى المحلي، كأس الملك، وأكد بأنه يعني راح تكون المرحلة الجاية مرحلة حسن بالنسبة لنادي الاتحاد. خليني أروح لعبد الله فلاته في جدة، أسألك عبد الله يعني عن حضور محمد نور اليوم لمقر نادي الاتحاد. الجماهير الاتحادية متفائلة كثير بأنه محمد نور يعني سيكون، إذا لم يشارك في المباريات الجاية، راح يكون دعمه المعنوي حاضر أكيد مع كتيبة النمور في نادي الاتحاد. بالتأكيد اليوم كان حضور لنور جميل، وحضور الأجمل لجماهير نادي الاتحاد، حضور كبير وترحيب باللاعب. لكن خلي أقول السبب اللي أوجد نور، أنصف نور وحقق العدالة وأوجد نور في نادي الاتحاد، واللي ما تكلمنا عنه، بيان لجنة الاستئناف قرارها في المقام الأول، ومن ثم بيانها اللي وضح الحقائق. آخر حلقة كنا متواجدين أنا وإنت والزميل محمد الشيخ، كان الحديث عن البيان، وإنه اتضمن نقاط فعلا، يعني النقطة الأخيرة بالتحديد توقفنا كلنا عندها، انه من الاستئناف والى اخره. ثم يتبين لنا في بيان لجنه الاستئناف انه هذا مضاف من لجنه المنشطات على بيان لجنه الاستئناف. هذه الاضافه انا احط تحتها مليون خط. نعم. يعني عملت لبس ووضعت لجنه الاستئناف كانها لجنه غير فاهمه لشغلها. لا يمكن لجنه استئناف لا يمكن تشير الى نقطه استئناف. الاستئناف موجود في اللائحة، منصوص نعم. عليه في اللائحة ممكن استخدامه، لكن لجنة استئناف قرارها نهائي. فسببت لبس، وضعت لجنة الاستئناف، ويفترض اللجان عملها تكاملي، كلهم يكملوا مسار بعض لتحقيق العدالة. لكن بكل أمانة هي لجنة يقودها لجنة الاستئناف رجل قانوني ومساعدينه قانونيين، أخذت وقتها وصدرت قرارها، وبالتالي لكن الأهم كان تصدير بيانها إلا أزال اللبس، وضح للكل كيف نور ثبتت براءته من خلالها. أهني لجنة الاستئناف على عملها القانوني حقيقة، والعاد المكانة والقيمة للجان القضائية. هذا مو كلامي، ترى كلام قانونيين كثير أنا معهم في جروبات. نعم. كلهم سعيدين، مو إنه براءة نور ولا مو عدم براءة نور، سعيدين بتحقيق العدالة. بس أيوة بس خليني أبو أحمد معليش، إحنا ودي أنا أتجاوز هذه المرحلة، لأنه إحنا تكلمنا فيها خلال الفترة الماضية كثير. يعني هو البيان الأخير. ايه؟ بس أيوة ما تكلمنا فيه لأنه كان في آخر الأسبوع. نعم. أنا حبيت أن أتوقف عنده لأنه كنا في آخر حلقة نتكلم عن اللبس، وانت بالذات كنت تتكلم عن اللبس وانك ما انت متقبل البيان الى اخره. بس بيان لجنة الاستئناف اللي ما تحدثنا فيه وضح هذه الحقائق. اها انا لا انا كان عندي انه هذا البيان اليوم كان يعني غير مقنع بالنسبة للشارع الرياضي، كان فيه تناقضات كثير، وكنا بحاجة لتوضيح من لجنة الاستئناف، من لجنة الاستماع، من لجنة المنشطات، كنا نبغى توضيح للي جالس يصير اليوم، واعتقد انه الامور وضحت خلال الفترة الماضية. ذكرت استاذ عبد الله انه نفس القرار اللي صدر أول مرة أنه كاتب وجود، وهناك فرق، ولكن بعض الإعلاميين يرددوا تعاطي، هناك فرق بينه. وقلت لك إيه؟ وجود قد يكون بالخطأ، والحمد لله أنها تضحت الأمور أنه فعلا كما توقعنا أنه بالخطأ، ما هو متعمد، هناك فرق. ولكن الشخص، أو أنا أتمنى أنه يكون يعني خطأ يعني غير مقصود إن شاء الله، لأنه كيف بيحرم هاللاعب والجماهير، كيف شوف الجماهير تحرمها من لاعب نجم حبوه وعشقوه سنوات طويلة، يعني قرار قد يعدم حياة لاعب، ويعني لكن الحمد لله. بس إحنا اليوم بس أبو فيصل عشان نكون واضحين قدام الناس،
احنا اليوم ما نشكك لا في لجنة المنشطات ولا في لجنة الاستماع ولا في لجنة الاستئناف ولا في النجم محمد نور. احنا كنا نبحث عن حقيقة بصراحة يعني في هذا الموضوع. اليوم لجنة المنشطات لازم احنا كإعلام ما نخليها خصم ولا لجنة الاستماع. لا تصير خصم. لا ما تكون لأنها خصم. هي حتروح للاستئناف. ما عليه. حتشتكي. إحنا بالنسبة لنا في وسائل الإعلام إحنا نبغى محمد نور يرجع. بس ما كنا ما كان عندنا عداء مع أي لجنة موجودة. لجنة المنشطات يفترض هذا لاعب سعودي وانتهى الموضوع خلاص قفل على الموضوع ما في داعي إنك تطور الموضوع وتودي له لأعلى ولجان أعلى خلاص انتهى الوضع. لجنة الاستئناف اللي هي الحكم انتهى الموضوع. لا لا بيطولوا بالموضوع كأنه هي اللي جعلت نفسها خصم مو الإعلام. محمد الشيخ خليني أسمع رأيك في هذا الموضوع. يعني اليوم في كلام كثير عن وجود محمد نور، في ناس يقولون أنه محمد نور ما راح يقدر يشارك مباراة النصر فيها أسباب يعني على مستوى لياقة اللاعب، وفي أسباب أخرى الناس تتكلم فيها أنه الاتحاد ما راح يزج في اللاعب خوف من يصدر قرار ثاني ممكن تسحب نقاط المباراة ويدخل في نفق هو في غنى عنه. أنت كيف شايف المشهد اليوم في نادي الاتحاد؟ أولا المشهد قبل مشاركة نور هو قرار محمد نور وتحدي محمد نور بأن يعود وأن لا يعتزل حتى مع صدور القرار. معنى ذلك أن نور يشعر أنه لا زال قادر على أن يقدم وقادر على أن ينجز كما وعد. أنا أعتقد بالفعل أن اللاعب الذي لم يكن يستطيع المشاركة أساسي مع ناديه إلا في بضع دقائق وهو يستعد طوال الفترة الماضية لا شك أنه لا يستطيع أن يشارك يعني فنيا وبدنيا ولياقيا في مباراة صعبة مثل هذه المباراة. أعتقد وجوده سيكون فقط معنوي، قد لا يكون حتى ضمن تشكيلة 18 أتصور ذلك. نعم. فقط وجود للدعم مع الفريق والقوم الفريق داخل التدريبات، هذا من جهة. من جهة لا أرى أنه مشاركة اللاعب قد تودي بمعاقبة نادي الاتحاد، لأن اللاعب يشارك وفق نص من لجنة الرقابة على المنشطات، ولا يمكن لكائن من كان أن يمنع محمد نور أو يرتب على مشاركة محمد نور أي قرار آخر. أنا بس تعطيني بس نص دقيقة أتكلم في موضوع لجنة المنشطات والاستئناف مع لجنة الاستماع. خلينا صح نحن نقدر ونحترم هذا العمل وخصوصا أنها لجنة معنية بقرارات مصيرية بحق اللاعبين، ولكن ما حدث معيب جدا 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 في حق اللجنة نفسها. أولا في حق لجنة الاستماع، إذا صدق اليوم أن ما أتى في بيان لجنة الاستئناف أنها أخفت أو أنها رفضت أن توضح اختلاف العينتين وكثير من الحيثيات التي جاء فيها بيان لجنة الاستئناف، أعتقد هذا أمر معيب جدا. المعيب أكثر أن لجنة الاستئناف لم تنتصر لذاتها يعني أو للحقيقة، لم تنتصر للحقيقة وللقانون حينما صدرت منطوق البيان كما قلنا وكنا نطالب بحيثيات البيان، وإنما صدرته لاحقا انتصارا لنفسها أمام أمام الإعلام، خصوصا حينما أبدت في بداية البيان أنه ما جاء على لسان مصدر مسؤول في لجنة الاستماع عبر جريدة الرياض. هذا انتصار شخصي، انتصار للذات وليس انتصار للقانون. كنا نتمنى أن تكون الحيثيات مبنية على القانون، مبنية على اللائحة، مبنية على موجبات إصدار هذه الحيثيات سواء مع منطوق القرار أو لاحقا إذا كان القانون يقول لاحقا. أما أن تأتي الحيثيات كردة فعل كانتصار للذات، أعتقد هذا معيب جدا في حق لجنة الاستئناف قبل أن يكون في حق لجنة الاستماع التي كانت أيضا معيبة في حقها أن تقصر في عملها وهي تتناول قضية مهمة سواء محمد نور ولا إن شاء الله في لاعب درجة ثالثة، هذا معيب جدا. طيب محمد أنت اليوم أنا أطرح عليك هذا السؤال، يعني هذا مو برأيي طرح سؤال، أنت شايف اليوم بأنه مثلا لجان الاتحاد السعودي أو حتى اللجان الأولمبية أو حتى الشخصيات الرياضية الجميع يحاول يكسب في الوسط الرياضي يعني بعيد عن الحقيقة، بعيد عن القوانين، بعيد عن الأنظمة، يقول لك أنا أهم شيء أكسب الناس في تويتر، أكسب الناس، أكسب الشو، أكسب هذا التحدي، بعيد أنه كان هذا نظامي وقانوني ولا لا. أنت لو نرجع أول مثلا كان المسؤول يتكلم يقول لك مثلا في البنود رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، وما كان يبحث عن مثلا تصاريح تجذب له ناس أو جماهير أو زيادة متابعين مثلا في تويتر مثل ما حصل مع رؤساء لجان في اتحاد كرة القدم السعودي. أنا أتكلم يعني بشكل عام في هذا الموضوع، أنت شايف اليوم أنه فيه
هذا الموضوع موجود ولا لا؟ لا موجود، الكل يشارك في محاولة يعني إما عملية استقطاب لجماهيرية أو لشهرة أو لمحاولة أيضا الاستفادة من حدث معين، ليس في اللجان فقط، حتى لدينا نحن الإعلاميين. إيه بس أبو عبد الله، أنت لما تتكلم عن إعلامي يقول لها يعني الإعلامي يعني يحب الشو، يبغى الإعلام، يبغى هذا الشيء اعتدنا عليه من سنوات، بس اليوم أنت تتكلم عن رؤساء لجان، تتكلم عن مسؤولين في اتحاد كرة القدم وضعوا الأنظمة والقوانين على جنب وصاروا يركضون وراء الشو. واضح جدا، يعني حتى يعني هذا لاحظناه في لجنة الاحتراف، هذا لاحظناه في لجان قضائية، حتى دخول الدكتور خالد البابطين يعني سجل في 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 مدة وجيزة ما لم يسجله أحمد عيد طوال الفترة، والسبب لأنه بالفعل كان يبحث عن التعاطي والتفاعل مع الجمهور ومع ردات الفعل ومع الفعل وغيره وغيره. أنا أرجع للإعلام، محمد نور أصبح مثل الحبل في هذه المعركة، الكل يشد في الموضوع والكل يعتقد أنه ينتصر للحقيقة أو ينتصر لنور أو ينتصر، بينما هم يبحثون عن مكاسب شخصية كثير، ومحمد نور في الأمر كان يعني منطقة استقطاب الكل يشد فيها. نعم. هذا مؤسف جدا جدا في وسطنا. ولكن أنا أتفق مع أبو فيصل في شغلة لما قال أنه على لجنة أو لجنة الرقابة على المنشطات أن تطوي الملف. أنا لا أقول أن تطوي الملف، لا تكون يعني أوكي من حق لجنة أن تذهب لتنتصر للحقيقة إذا كانت ترى أن الاستئناف تجاوزت على الحقيقة طالما أن هناك مرجعيات قضائية أبعد سواء الكاس أو غيره، لكن أيضا هذا الأمر ما شفناه في لجان أخرى. الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية نادي الخليج والفتح والاحتجاج على النقاط كان قرار لجنة الاستئناف فيه طعن للجنة المسابقات التي اعترفت بالخطأ وقالت أن حيثيات القضية لمصلحة نادي الخليج. نعم. لجنة الانضباط قبلها قالت لمصلحة نادي الخليج، ثم جاءت لجنة الاستئناف ونسفت كل ذلك، اكتفى الاتحاد السعودي بل منع نادي الخليج من أن يذهب إلى محكمة الكاس. أنا أقول من حقهم، ولكن أيضا الانتصارات لا تكون ذاتية وإنما الانتصارات يجب أن تكون لسيادة القانون. طيب رئيس نادي الاتحاد أيضا إبراهيم البلوي تواجد اليوم وسط الجماهير الاتحادية في المدرجات وتحدث عن كثير من الأمور بشفافية، وخص أيضا المرحلة القادمة وتحديدا في منافسات كأس الملك. فيصل، ايش يعني انه رئيس النادي يتواجد في مدرجات النادي في وقت التدريب مع الجماهير بهالطريقه؟ يعني ايش الرساله اللي ممكن يبغى يوصلها رئيس النادي؟ في رساله يعني معينه ولا هو فعل اعتيادي يعني؟ لا ما هو اعتيادي، لكن في بعض الامور يعني تتوجب. يعني الان الاتحاد يمر بمرحله يعني تعرف خسر أو طلع من الموسم بلا بطولة، ويتأمل أنه حصول هذه البطولة وبقائه مع الجماهير أو بين الجماهير يعني رسالة أنه أنا منكم وواحد منكم وكلنا نسعى لهدف واحد، ويعني هذه الرسالة الواضحة يعني، وهو الأستاذ إبراهيم يعني فعلا واحد من الجماهير، طلع من مدرج الاتحاد من أيوة. هو وقبله الرؤساء السابقين تخرجوا من مدرج في الجماهير، هم عصب الأندية. إذا صار في اتحاد يعني على كلمتهم يعني أو اسم ناديهم اتحاد لازم يتحدوا، ولكن أتمنى أن لا يتحدوا المباراة القادمة بعدها إن شاء الله. ليش مباراة الجاية مثل أي مباراة؟ لا تختلف، لأنه في فريق جريح يبغى يضم جراحه على حساب الاتحاد. طيب معليش أبو أحمد. طيب والاتحاد ما هو جريح يعني؟ لا ما كان زي النصر، كان أحسن شوي. بس في النهاية كلهم طلعوا كذا. لا أحسن الاتحاد. ولا الثالث يختلف على الثامن؟ لا أحسن يعني الاتحاد وضعه كان أحسن يعني على الأقل، يعني إنه قدم مباريات ترضي الجماهير. طيب أسمع رأيك عبد الله فلاتة. والله هي مباراة يعني جاية، الاتحاد يمكن وضعه إلى حد ما كويس باستثناء الإصابات اللي حصلت، وأنا الإصابات اللي هي فيها وجهة نظر هذه زيادة حمل أم مسؤوليات بتركة كان يجب أن يراعي يعني معسكر في آخر موسم الأخير وطلعت الإصابات،
الاتحاد يعاني من اصابات، في النهايه فاز الاتحاد، فاز النصر بملء الفم، حنقول للفائز مبروك والله يوفقك. طيب محمد الشيخ، اليوم في كلام كثير بانه ابراهيم البلوي صرح بانه ديون نادي الاتحاد يعني واصله 260 مليون ريال خلال المرحله الحاليه، من خلال يعني 4 سنوات، واليوم موجود 260 مليون على نادي الاتحاد. هذا الرقم يعتبر يعني فاجع اكيد للجماهير الاتحاديه اللي كانت تتمنى انه الاتحاد تجاوز كثير من العثرات الماليه الماضيه. عبد الله، اول شيء وجود ابراهيم البلوي في المدرجات انا اراه دعايه انتخابيه لا اكثر ولا اقل، يعني اللي ما يجلس مع الجمهور طوال السنتين الماضيه اليوم لان في جمعيه عموميه مقبله قاعد يسوق نفسه للجمهور واستدارة على الوضع الراهن السيء في نادي الاتحاد، واللي حيتكشف أكثر مع اتضاح القوائم المالية. حينما نتكلم عن وجود ربع مليار مديونيات، هذه طامة كبرى، هذه ليست مديونيات، هذه طامة كبرى في نادي مثل الاتحاد. الأمر الثاني، هذا يفضح كثير من الوعود التي قدمت سواء وعود انتخابية أو خلال بعد أن كسب إبراهيم البلوي كرسي الرئاسة. هذا امتداد للميزانية المفتوحة اللي قالها منصور، والأكثر من مفتوحة اللي قالها إبراهيم، هذا افتضاح لحقيقة 80% من المديونيات ما يقول منصور بلوي التي سددت، هذا افتضاح لوجود 10 شركات راعية لنادي الاتحاد، وبعدين ما شفنا أي شركة حتى طيران الاتحاد ما كان راعي حقيقي واقعي على الأرض. أعتقد أن عدم إعلان القوائم المالية خلال السنتين الماضيتين عبر جمعية عمومية لا تعقد، أعتقد هذا أيضا تسأل فيه الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأن يدعى لجمعية عمومية بدون أن تكشف القوائم المالية هذا أيضا كان يحسب على الرئاسة العامة لرعاية الشباب. الآن التأجيل أعتقد جيد، ولكن خطوة متأخرة بعد أن اتضح أن الواقع مرير ومخيف وخطير وفاضح في نادي الاتحاد. طيب خليني أسمع تعليقك عبد الله فلاتة في هذا الموضوع. 260 مليون ممكن تتفق معي بأنه يعني رقم كبير جدا على نادي الاتحاد وفجع الجماهير بعد الإعلان الرسمي. هي الحقيقة 180 مليون ديون حقيقية فعلية، 180 مليون، وبرضو الرقم مو بسيط. أيوة، لكن يجب أن يكون الأمور واضحة. لا بس هو أبو أحمد هو أعلن رسمي اليوم 260 مليون ورجع قال 180 الفعلية. لا هو بنفسه هو قال أنه 84 مليون أمرها سهل يعني، لكن البقية هي اللي فيها المشكلة، هي مبرمجة وبعضها تعاقدات. خلينا بس يعني نفصل شوية في ديون نادي الاتحاد. الكارثة الاتحادية متى بدأت؟ ما بدي أقعد أنتصر لإدارة على حساب إدارة، بس تضطرنا الظروف إن نبين يعني بعض الحقائق. لما أنا أجي ألقى في المديونية لنادي الاتحاد أكثر من 40 مليون صفقة دي سوزا، أكثر من 20 مليون صفقة أنس الشربيني، ألقى بينات له حقوق وكنيدة له حقوق، وأوجد أكثر 3/4 المديونية من الإدارة السابقة. إبراهيم البلوي سدد، أنا ترى ماني مع إبراهيم البلوي ولا أني بدي أتعاطف معاه ولا على آخره. أيوة، لكن هذا إرث أتحمله. وكانت الأمور في الفترة الماضية ترى ما كانت واضحة ترى الإدارة دي. عبدالله هو 260 مليون خلال 4 سنوات ماضية. لا أيوة طيب. معليش مداخلة، حسب ما الأربع سنوات قادمة هي مش ماضية، الديون على 4 سنوات يعني مبرمجة، عقود مبرمجة للسنوات القادمة 4 سنوات، يعني قسم على 4 سنوات حتكون كل سنة يمكن كم 75 مليون. خلينا نتكلم بس لما تكون إدارة سابقة جاءت حملت النادي، والإدارات اللي قبلها ترى أكثر من إدارة سابقة تحملت. الآن إحنا نشوف المشهد في الاتحاد، الانتخابات كانت متاحة والترشح متاح، لكن للأسف الغالبية مترددين في الترشح. هذا الإرث الثقيل إلا ترك في نادي الاتحاد ترى ترك من الإدارة السابقة. إبراهيم البلوي ما وجد ديون في نادي بس الاتحاد. أنا معلش صحيح أبو أحمد أنا ما فهمت هذه النقطة، كيف 4 سنوات جاية مجدولة الديون؟ أيوة، على 4 سنوات الجاية. أيوة بس 260 مليون هذه خلاص هذه استثبتت من الفترة الماضية. أيوة من 4 سنوات الماضية هذه. أيوة برمجوها جمعت على النادي في 4 سنوات ماضية. يسددها 4 سنوات. ويسددها خلال 4 سنوات جاية. أيوة مسدد على أساس تسدد 4 سنوات. واضح الماضية. واضح أي. فهي العملية ماني أنا ضد إبراهيم ولا ضد الإدارة اللي قبله،
هي أخطاء تراكمية، لكن الإدارة قبل الماضية بكل أمانة هي من وضعت نادي الاتحاد في هذا المأزق. وعشان نكون واضحين، صدر قرار من الرئيس العام الأمير نواف بن فيصل بإبعاد الإدارة على هذه الخلفيات. فلا يمكن أن نحن ننقذ الإدارة السابقة ونحاول نحمل الإدارة الحالية المسؤولية. لا، الخطأ كان هناك في الإدارة السابقة. الإدارة دي عندها مشكلة في التمويل، أوكي، عندها مشكلة في الوعود، يجب أن نتكلم. وعدت وفي أشياء كثير ما نفذتها، وفي أشياء نفذتها. نعم، تعاقدات لاعبين بمبالغ كبيرة وسددت، هذا حصل في الإدارة الحالية. لم تكلف خزينة النادي مديونيات جديدة، هذا برضو حصل. لكن فعلا الاتحاد يحتاج إلى تمويل. كان يجب على الإدارة الحالية أنها تمجد تمويل، مو ثلاثة رعاة يعني بشكل متواضع. لا، احتاج الاتحاد استثمر حضور الجماهير الكبير بتعاقدات وبرعاة وإلى آخره، والإدارة يجب أن تتحمل مسؤولياتها. نعم، لكن مو معناته ينسحب عليها أخطاء الإدارة اللي قبلها. لا، الإدارة اللي قبلها أخطأت وورطت نادي الاتحاد. طيب، اليوم أيضا في موضوع انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وألقت الجهات المختصة القبض على الشاب اللي انتشر له مقطع فيديو يصفع طفل عدة مرات على رأسه لأسباب خلوني أقول مجهولة. الطفل لابس تيشيرت الأهلي بعد فوز الفريق على الهلال. هذا المقطع صراحة كان صادم ومقزز وخالي من الرحمة والرأفة، قد وجد انتقاد كبير بين الجماهير وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت أيضا معه مباشرة وزارة الشؤون الاجتماعية. مش هتشجع. بصراحة يعني مقطع ما أدري كيف ممكن نتكلم عنه، يعني لا هو تعصب رياضي ولا له دخل أبد في الرياضة لا من قريب ولا من بعيد. يعني تصرف صراحة أقدر أقول عنه أنه تصرف وحشي وحشي. حتى منظر الطفل سبحان الله، بعض الوجوه يعني ما حزين شكله كذا الطفل كان. احنا والله يعني ما طلعنا وجهه رحمة في هذا الطفل. نعم، للأمانة صراحة. لا وجهه لو الواحد ينظره يعني صراحة يصيبه يعني شيء مؤسف جدا. ولكن وجود هالطفل عند هالشخص، هل هو يتيم؟ هل يعني كيف هالشخص يعني انفرد في هذا الطفل وضربه بهذه الضرب بهذه الطريقة؟ أتمنى، أنا سمعت نادي الأهلي مشكور رئيسه أستاذ مساعد زوهري أنه بيكافئ الطفل ويدعوه، ولكن أتمنى قبل يعني تسليم المبلغ لذوي التأكد من صلاحية من يستلم هذا المبلغ. يعني هل هو ولي أمره؟ هل لا يكون نفس اللي يضربه نفس الشيء، يكون أبوه لا قدر الله ولا شيء، يعني تروح تسلمه تكافئ المبلغ؟ لا، إذا كان بالوضع هذا يسلم إلى إدارة القاصرين أو كذا بوزارة العدل بالمحاكم بأشياء تسلم، لا يحرم مكافأة لأن يكبر ويكون راشد ويسلم. لأنه قد أنت تكافئ الأب إذا كان كذا، أو أنه يتيم هذا أخوه الكبير وممكن يستولي على المبلغ هذا. فأتمنى أنه يتأكدوا. لكن صراحة الموقف هذا حالة شاذة وبعيدة عن مجتمعنا السعودي وليس الرياضي. التعصب هذا ما له دخل، أنا محارب التعصب، هذا ما له دخل في التعصب، علاقة في المجتمعات. نعم، الإسلامية كلها. هذا شيء غريب جدا. طيب، أسمع رأيك محمد الشيخ. طبعا هذا المشهد واضح أنه مشهد تمثيلي ذميم قبيح. يعني هذا طبعا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن من قام بضربه هو شقيقة. نعم، وأن والده لم يكن يعلم بالحدث أو حتى لم يكن يعلم بالمقطع. ليش أقول أنا مشهد تمثيلي قبيح؟ لأنه واضح إما أن يكون هو نفسه اللي يضرب، هو يصور فماخذ الموضوع من باب الشهرة لأنه وزع هذا المقطع، أو قال له واحد صورني وأنا أضربه. هذا نقطة. النقطة الثانية، هذا بالفعل اللي قاعد يصير مش تعصب رياضي، هذا إرهاب. هذا إرهاب لهذا الطفل، هذا نحر فيه لبراءة هذا الطفل. وبالتالي أيضا الشؤون الاجتماعية أكدت على أنها ستحيل الملف، ستعالج من الناحية النفسية والاجتماعية الأضرار النفسية للطفل، وستحيل الملف لهيئة التحقيق والادعاء العام. نعم، يجب أن يأخذ هذا الشخص حقه من العقوبة حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد.
لكن حقيقة احنا اليوم صرنا يعني نستهوي للأسف في المجتمع مثل هذه، ونعتبرها يعني في بعض الأحيان شكل من أشكال الدعابة أو شكل من أشكال الظرافة، مثل ما شاهدنا مقطع العم معيط اللي احتفل فيه واللي عد بطل واللي قدم له هدايا، وللأسف شركات كبرى أعطته ليلتين استضافة واللي أعطته هدايا. للأسف هذا يعني تشويه للمجتمع وتشويه للطفولة وتشويه لقيم كثيرة احنا متمسكين فيها. يجب أن نحارب هؤلاء هواة الشهرة على حساب قيم المجتمع. نعم. طيب يا أبو عبد الله، ما أتوقع أنه تمثيل، لأنه حتى في الأفلام، الأفلام الهندية اللي الحزينة كذا ما يقدرون، لأن أشوف الضرب جاد يعني ضرب. لا 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 لا، أنا أقصد جاد، أقول لك هو اللي نشر المقطع الأخ هو يريد أن يشتهر. نعم. ما صور يعني أكيد. كان بإمكانه أكيد كان بإمكانه أن يضرب الولد بدون تصوير، هو صور من أجل الشهرة. من أجل الشهرة. نعم. طيب خليني أسمع رأيك أبو أحمد في هذا المقطع المؤلم اللي إحنا تألمنا منه كثير خلال الساعات الماضية. طبعا بالتأكيد هو مؤلم، لكن أنا ممكن الصراحة أتفق مع أبو عبد الله. أنا أتمنى أسمع قرار على المشاهد دي اللي تصور. إحنا لنا يومين حقيقة قاعدين نتابع تصوير أشياء غريبة، واحد يصور لي والده هو قاعد يبكي، واحد قاعد يضرب راسه في الجدار، واحد مش عارف إيه، يعني الصراحة مشاهد كلها مخجلة. قد يكون هذا المشهد أو بالأصح هو الأسوأ فيهم، لكن كل المشاهد اللي قاعدين نتابعها كلها مشاهد صحيح. يعني بعضها اعتباطية، هزلية، سماجة، يحتاج لها قرار. يعني بعض المشاهد قرار يعني بالفعل عقوبات صحيح. للتصوير بالذات المفاجئ اللي بيكون يعني من غير علم، ولا زي ده المشهد إذا كان يعني في أحد يعني من الأصل نوى بده الشكل، بس يظل الطفل يعني الصراحة قلوبنا معاه ومتعاطفين معاه، وهذا اللي عمل الفعل ده لا عنده إنسانية ولا عنده ضمير ولا الصراحة لو تمثيلي ها استحق أقصى العقوبات. ويجب إنه الناس اللي بتنشر وتوزع وتساهم وتتفاعل تتوقف. ترى كل ما بننشر وبنتفاعل كل ما بتتنامى هذه الظاهرة السلبية. أتمنى صحيح. عقوبات رادعة، وما ننتظر لحد ما تصير الفعل ونتحرك بردة فعل. يحتاج نظام رادع مبكر، تشريع قانون يعاقب على هذه الأفعال. طيب. قبل فترة كان فيه انتشر ما يسمى يعني بالهياط، هذا التبذير. أيوة. النعمة. نعم. لكن شفت أنا صراحة النقد من المجتمع ومن الوجهاء ومن، فأشوف الظاهرة يعني اختفت نوعا ما. صحيح، لأنه كان في قرار حازم مع هذا الموضوع. نعم. طيب احنا أيضا نروح للفريق البطل، فريق الأهلاوي، نقول الغياب مؤلم والبعد عن النجاح صعب، لكن أن تعود بين العشاق في جوهرة مشعة ومن أمام فريق بطل الراقي حضر بكبرياء في يوم سعيد للجماهير العاشقة، هذه هي العودة الأمثل والأفضل يا أهلي. إذا لم تجد من يبحث عن الانتصار فابحث عن من يكره الهزيمة. ملحمة عاشوها كما عاشوا سنوات طوال ينتظرون فرحة استحقوها. قلعة الذهب صبروا ونالوا، ويوما مختلف قدموا فيه لم يكن في الحسبان. ثلاثية خضراء في المرمى الأزرق حملوا معها حصاد جهدهم وعملهم ومحبة أنصارهم الذين كانوا خلفهم في السراء والضراء. هذه المرة كانت كرة القدم منصفة وبالأرقام، وقفت بجانب الفريق الأهلاوي الذي خسر مواجهة واحدة فقط وانتصر على الكبار قبل الصغار، وكان مختلفا خارج الملعب وداخله. هؤلاء الأبطال آن لهم أن يمدوا قدميهم بعد أن كانوا يرون منافسيهم يصعدون منصات الذهب. هي لكم الآن، استمتعوا بكل لحظة وانسوا ما مضى، فلم يعد سوى تاريخ ولا بلا عودة. فليس كل ما يلمع ذهبا، فالأخضر لمعانه لا يضاهى هذه الأيام. ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي. لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحة الأيام.
تطليها طلي ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عينيك ذهب يوم المعادن مصلحة وأيضا احنا نقول لكي تحقق البطولات والمنجزات لازم تكون صفقاتك من العيار الثقيل وناجحة الأهلي هو أفضل فريق وأكثر فريق كان عنده صفقات على مستوى عالي هذه كلها وراءها رجال بقيادة أكيد الأمير خالد بن عبد الله سنوات مضت كان الأهلي يبرم العديد من الصفقات المحلية والأجنبية رغبة في تحقيق كل البطولات بكافة أنواعها إلا أن هناك هدفا واضحا لكل إدارة أهلاوية وهو تحقيق الدوري الغائب عن خزائن النادي لأكثر من 34 عاما هذا الهدف يحتاج لمهر كبير إذا ما أرادوا تحقيقه فإدارة الراقي تعلم جيدا أن بالإخلاص والعمل الجاد تأتي البطولات وأن لا مكان للمستحيل في عملها منذ تولي الأمير فهد بن خالد رئاسة النادي كان الهدف واضحا ومرسوم وهو تحقيق الدوري بأي طريقة كانت فكان البناء هو الأساس فتم التعاقد مع العديد من الأسماء الكبيرة ما بين صفقات محلية وأجنبية وتعتبر صفقة عمر السومة من أقوى الصفقات الأجنبية في الموسم الماضي بالإضافة للتعاقد مع المايسترو حسين القهوي الذي أعاد قليلا من ذكريات خالد قهوجي وإعادة اكتشاف سلمان المؤشر الذي قدم أجمل المستويات والتعاقد مع المصري محمد عبد الشافي وبالرغم من أن الأهلي خسر الدوري الموسم الماضي الذي يعتبر من أهم أهدافه إلا أن الطموح لم يتوقف مع رحيل الأمير فهد بن خالد الذي قدم استقالته ليأتي مساعد الزوهري ليكمل ما تم بناءه ويطعم الفريق بأكثر من عنصر رغبة في تحقيق ذلك الهدف الذي طال انتظاره فتم التعاقد مع اليوناني فيتفا والبرازيلي ماركي لمساعدة الفريق للسير نحو الهدف المنشود في يوم الحسم في يوم تحقيق الحلم في يوم تحقيق المجد كان للرباعي الأجنبي كلمة السر وكان للنجوم المحليين أيضا كلمة سر أخرى فأبدعوا وأمتعوا وقدموا ملحمة رياضية كبيرة ورسموا لوحة من الإبداع والفن الكروي فهنيئا لعشاق الراقي بهذه الكوكبة الجميلة والرائعة والقادرة على رسم البهجة في قلوب عشاقهم طيب خليني أبدأ من عندك أبو فيصل يعني الأهلي أنهى كثير من الصفقات القهوي مهند عسيري سلام قبلهم أيضا أسامة الرباعي الأجنبي يعني كان في عمل متكامل كان في تخطيط كان في صفقات كان في دفع مالي كبير الأهلي اليوم يحقق دوري المحترفين أنت شايف أنه الفريق الأهلاوي اليوم يعتبر يعني لديه قاعدة على مستوى عالي ممكن نشوف الأهلي خلال السنوات الجاية ينافس على جميع البطولات أولا حبدا من ناحية الصفقات ترى السومة ما كان صفقة يعني مبلغ كبير كان في انتقاد في البداية كانوا يقولون مبلغ يعني كان متاح للجميع أيوه ولكن حسن الاختيار الشخص اللي اختاره تابعه بدقة وشافه في الكويت صراحة وفق جدا طبعا ما كان صفقة كبيرة جدا كما تروح الملايين باللاعبين الأجانب على بدون فائدة وفق الحقيقة من الأربع سنوات الأخيرة والأهلي يحاول ولكن هو الموسم الماضي لم يخسر الدوري لأنه أساسا كما قال السومة نفسه لما قال له السؤال أنتم تخسروا كثير تصلوا قال العام ما تصدرنا وخسرناها لأن كان فعلا النصر بعكس السنة هذه كان متصدر وقت طويل يعني متصدر والبطولة له الحقيقة أنا ما راح أتكلم عن الأهلي لأنه الأهلي تكلموا عنه كثير بتكلم عن المنافس الآخر اللي هو نادي الهلال نادي الهلال جايين للهلال حنا لا أنا بتكلم عن الهلال لأنه الأهلي تكلموا عنه كثير أيوة الهلال يعني أنا قصدي في موضوع عن الهلال راح نبدأ فيه بعد شوي ما هو عن البطولة نفسها جايين إيه للهلال طيب أنت خلص موضوع الأهلي الحين لا إذا كان كذا نتكلم أيه؟ الأهلي طبعا هو قدم من أربع سنوات وهو يحاول في الدوري يكسب كأس الملك
الزمالك يكسب كاس ولي العهد، ولكن الدوري كان عصي من سنوات طويله. بس كان قريب يعني من الدوري، عام 2011 لعب مباراه حاسمه مع الشباب. نعم كل الاربع سنوات الموسم الماضي كان ينافس. هي بس ال 2014 هو اللي كان بعيد، كان منافسه بين النصر والهلال. أيه؟ واللي كان ولا الاربع سنوات حتى وقبلها. فالاهلي طبعا مليء، وفق بالاجانب الاربعه اللاعبين زي المقهوي برضو لاعب يعني كان متاح وحسن اختياره، يعني في لاعبين المؤشر كان منسق من الهلال وشوف كيف نجح. يعني الاهلي وفق برضو لشوف الاهلي بغى يتراجع، ولكن تدارك الامر بعوده او دعوه الكابتن ابو راكان طارق كيال. نعم. عاد بالوقت المناسب، كانت في نقطه التحول طبعا. لا المحافظه هو كان بوقت كان سيدحدر لكنه حافظ على بقاء الفريق متصدر. برضو ترى الفريق هذا يعود الى كما ذكرته في التقرير للأمير فهد بن خالد. نعم. هو من له طبعا صحيح. قبلهم الرمز، ولا ينسى مجهود الأمير الرمز خالد بن عبد الله، ولا ننسى برضو رئيس الفريق مساعد زويري اللي قدم المال والجهد أكيد. وبقى مع الفريق. فهم يعني عبارة عن منظومة إدارية، ونائب الرئيس بترجي عبد الله بترجي، فكلهم يعني تعاونوا وتساعدوا وحصلوا طبعا بطولة الدوري. هذا شيء كبير جدا. يختلف عن المنافسات السوبر والكاس خروج المغلوب، لا الدوري يعني من 26 مباراة لا يحصل عليه إلا البطل الحقيقي مكتمل الأركان. صحيح. طيب عبد الله فلاتة، احنا نتوقع راح نشوف الأهلي عنصر ثابت يعني من خلال البطولات الواجهة اللي تعتبر في المنافسات المحلية باختصار لو سمحت؟ خلينا اول شيء نبارك للأهلي. أيوة. إدارة وأعضاء شرف وجماهير وإلى آخره، هذه البطولة المستحقة. الأهلي بالتأكيد عنصر ثابت. الأهلي فيه له ميزة، الأندية الأخرى ممكن إدارة تروح تختل الأمور، في رجل نجاح في النادي الأهلي، خلي النادي الأهلي عمل ومؤسساته، أقصد الأمير خالد بن عبد الله. حقيقة أن هذا الرجل بالذات بيقدم عمل كبير، قاد الأهلي في الواجهة، والأهلي بالعمل اللي بيصير فيه طبيعي أنه يكون في الواجهة. مساعد الزويهري رئيس النادي، أنا أرى بعض الناس تبخسوا حقه، لا هذا رجل نجاح تابعناه ويعمل في نادي الوحدة. نعم. قاد نادي الوحدة للأضواء، ثم ضايقوه في نادي الوحدة وحاربوه فتحول للأهلي ونجح في الأهلي أيضا، فهذا الرجل يجب أن ينصف. طارق كيال بالفعل، والمدرب جروس حتى في فترات اللي كان ينتقد كنا نقول مدرب من أنجح المدربين، هذول إضافة للدوري. كل التوفيق للأهلي في المنافسات المقبلة. نعم. محمد الشيخ باختصار شديد. باختصار شديد أنا بارك لأبو فيصل فهد الطخيم تحقيق الأهلي للبطولة. اشتخره هو اشتخره لأن أخفاق الهلال بطولة نصراوية. أيوة. أول ما هي المرة الأولى اللي يخفق فيها الهلال، هذا خامس دوري، معناته أنا سعيد كل اللي من زمان. ثاني شيء أنا أبارك لك لفوز الاتفاق، معليش أنت ما شاء الله على ثلاث شوارع الهلال والاتفاق والخليج، نبارك لك فوز الاتفاق هو المهم. أما الهلال كنت بتكلم لأنه أساسا لعبوا المباراة النهائية، لعبوا المباراة هذه يعني صراحة المفروض في فريق حق منه، مهزوم رايح جاي من الاتحاد ومن التعاون ومن الأهلي. لكن اللي أبرز الهلال بصراحة سوء مستوى النصر اللي فاز في المباراة كأس الملك العام بهدف مشكوك فيه، مش مشكوك مو حقيقي، هو اللي خدع الهلال وخدع جماهيره وخدع إدارته على أنه ما في، ولا هو ترى أسوأ من أنه يستحق أنه طيب. يصل للنهاية. ما عندي وقت أنا. ها محمد كلمتين بس. طيب يلا. طيب أيضا ينطبق على أبو فيصل مثل ما قلت قبل، طبيب يداوي الناس وهو عليله. الأهلي أجانب حلوة وكانوا متاحين، حسين المقهوي كان متاح. طيب وانت عندك مختار وحسن محمد حسين ومايقة، يا اخي دبر عمرك في واحد مثل السومة واحد مثل حسين المقهوي. وبالتالي يا ابو فيصل رجع واقعك واترك الاهلي. الاهلي يعني ما نتحدث عن نادي كبير زي الاهلي يغيظك يعني؟ لا بالعكس، انا يغيظني واقع النصر. النصر طيب. شوف النصر لو بوضعه يا ما خلاك انت واشكالك يا محمد تكلم عنه بهالطريقه. يا محمد احترم نادي النصر معليش. هذا يترك مع عبد الموضوع ما هو بالنصر، موضوع الاهلي والهلال. انا بدي اتكلم على الهلال ولا اخ ابو ابراهيم قال لي لا اتكلم لانه جاي الهلال. بس محمد وامثاله على عينه وراسه، يعني ما نقدر نقلل الموضوع ما هو بالنصر وحاول يسقط عنه. اي بس ما له دخل، يبعد ابو فيصل. لا
الله يرحمه والديك تسمعني. معليش ابعد عن الامور، ابعد عن نجاحه في الحلقات مع النصر. لا ابعد عن امور الشخص. تفضل يا ابو فيصل. هو فيصل يتكلم، هو يتكلم عن النصر. النصر ما هو في الموضوع الان. بارك لي، انا افتخر ان انه انه اني اكون اهلاوي، ولكن انا خلقت نصراوي. طيب شايف ولا يعيبني اني اكون اهلاوي. ابو فيصل نفتخر بامثال محمد الشيخ. انا افرح لما النصر يحصل على البطوله الحره النقيه، ما هو بطولات شبهات. خلونا نشوف تقرير الهلال ونرجع. من يفقد الثقة لحظة الخسارة ستزداد خسارته. يبدو أن هذا ما حدث للمعسكر الأزرق، ففقدان الفرصة بحمل اللقب الأهم بعد سنوات لم يتعود عليها محب الهلال أكدت أن وراء الأكمة ما وراءها. سيناريو الشوط الثاني في قمة الأحد أمام الأهلي أعطتنا صورة مختلفة عن زعيم ضل الطريق ولم يكونوا وفق الإمكانات المعروفة. كانوا مكبلين أجسادا بلا روح ولم يخلقوا أي فرصة في 45 دقيقة. دونيس لوحده أزمة وناصر الشمراني كذلك، ومستويات اللاعبين محل شك، والتعادل مع الشباب دوريا رسمت لنا الهلال الحالي. المشكلة أن الأمور لم تتوقف عند ذلك. الفريق خلال 10 أيام قادمة لديه مواجهتان لا يحتاج إلى أخفاق جديد، وخصوصا في الجانب الآسيوي أمام التراكتور الإيراني، فالخسارة والخروج المبكر سيذكرنا بهلال 2003. اللوم يقع على الجانب الإداري الذي لم يجد حلول لأزمات لاعبي وتذبذب نتائجه، فقصة ناصر الشمراني لم يتم التعامل معها التعامل الأمثل، ومع توالي المباريات أثبتت أن العناصر الأجنبية كان لابد من تغيير اثنين منهم في ميركاتو الشتاء. لا زالت الكرة في الملعب الأزرق أم أن الزعيم أصبح صاحب النفس القصير؟ والله مباراة صعبة، بس إنه مفروض لنا حن أفضلية للفوز بداية المباراة، بس نهاية المباراة شوي يخبط دونس بالتشكيلة، بس الحمد لله. هارد لك والله، مبروك الأهلي يستاهل، لعب أحسن وتفوق. تغييرات دونس ما كانت موفقة، مبروك الأهلي يستاهل من بداية الدوري ويستاهل. يستاهل الأهلي، الأهلي ثلاث سنين هو مرتب ويلعب وينافس على الدوري، يستاهلون والله الأهلاوية ياخذون الدوري بعد صبر طويل. مباراة حلوة صراحة، رجال المباراة سلمان مؤشر وفيتفا. والله ما في لعيبة يحترقون في الملعب. لا أنا بسألك كم لك؟ لعيبة منتهية صلاحيتهم. طيب كم لك وأنت تنتظر هذا اللقاء؟ أي لقاء؟ الهلال والأهلي. والله الصدق أنا عارف المباراة رايحة الأهلي من قبل المباراة. من دونس ولا من اللاعبين؟ لا ما هو من دونس، حلت اللي يتكلم على دونس وانه الشمراني، شمراني ما احترم الهلال، لو احترم الهلال كان لعب ذا الحين. طيب فيصل تبغى تتكلم انت في الهلال؟ بتكلم عن الهلال. الهلال عنده مشاكل يعني كل واضحة يعني، طبعا اهمها الورقة الرابعة أو المهاجم الخطير اللي هو ناصر الشمراني، لا ما حلت مشكلته. الهلال لم يكن هلال يعني 2011-2010 اللي يستطيع أن يحصل على البطولات، والدليل على ذلك غيابه 5 سنوات. لكن اللي أنساهم السنة هذه هبوط مستوى النصر الذريع في البطولات، اللي خروج المغلوب أنستهم، الآن يتغلون ثلاث بطولات. البطولة الحقيقية للمستوى الفريق هو الدوري. فالآن بالنسبة للهلال عليه أن يعيد حسابات، تقصد البطولات اللي هي بطولة الدوري، البطولة يعني عشان تقيم فريق أنه بطل حقيقي وقوي. شوف الأهلي سنوات طويلة يحقق كأس ملك وكأس ولي عهد وما انقطع، لكن غاب عن دوري 32 سنة، فلذلك كانوا يعني همهم الأول الدوري. فالآن حصل على الدوري يكون فريقهم فعلا بطل مستوى. الهلال زي تقول خدعته البطولات هذه الثلاث وراح بعيد أنه سيحقق الدوري، مع أنها واضحة لما نيجي مثل الثلاثة الأوائل اللي هم بعد الأول، عندك الهلال التعاون الاتحاد كلهم هازمين الهلال، فساعدوا الهلال انه يطول عمر. النصر كان سيء وكسب منه بطوله وكسب منه السوبر، فهذا خدعهم على انه فريق بطل. فعليهم اذا يريدون بطولات عودتهم يعملون عمل الامير عبد الرحمن بن مساعد 2011 و2010، هذاك الضخ النجوم اللاعبين الاجانب المحليين. اما مع احترامي سيبقى طبعا، لما اتكلم عن هذا بيجيني الاخ محمد يقول يعالج فريقه، احنا ابطال ما زلنا ابطال الى امس
او قبل امس لما حصل الاهلي على البطوله الغى بطوله النصر. النصر عنده دروب كبير، عنده مشكله في نجوم، ما وفق باجانب، ما وفق باجانب صحيح، لكن الموسم القادم حيشاهد محمد، حنجبره على التصفيق على، وانا اعتذر لك يا اخ محمد لانك الموضوع ما هو في النصر وانت اجبرتني اتكلم بالكلام هذا. موضوع نبغى نفرح مع الاهلي نشارك افراح، وان هنا اعلاميين النصر خارج الموضوع بتاتا، وانت حاولت تجذب النصر للاداره. حاول امور داخلي. طيب انا اشكرك فهد التخيم، انا ما عندي كثير وقت عشان ناقش كثير من المواضيع. شكرا فهد التخيم. شكرا عبد الله فلاته. لا انا بس عندي نقطه بس حب اعلق عليها. أيوة. لو تسمح لي. ايوه ابو احمد. تابعنا مباراه الاهلي والهلال ورمي العلب خلال المباراه، ولجنه الانضباط لا حس ولا خبر عشان تقول لي في مخالفه في عقوبه. حايسه لجنه الانضباط، ما تبى تشوف، غمضت عيونها، ما في عقوبات. طيب محمد الشيخ شكرا لك. شكرا وسلم لي على الاسد حق فهد. الاسد ان شاء الله احتروا السبت القادم حتشوفه على حدنا. شكرا لكم. فالأخضر لمعانه لا يضاهى هذه الأيام. ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي. لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي. ذهب ذهب معدنك في عيني ويا